عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى طلاب صناع الغد المبدعين. تقبل الله الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. معانا اليوم لفيديو أحاول قدر الإمكان إنه بعض الطلاب يكونوا غايبين عن الحصص أو يكون عندهم مشاكل بالنت، فحبيت إنه أنزل هالفيديوهات هاي حتى بأي وقت يكون الطالب يستطيع مراجعة الدروس في أي وقت يكون إن شاء الله ما في مشاكل بالنت. الدرس هذا اللي راح أتناوله هذا اليوم هو الوحدات الزمنية، الدرس الأول في الوحدة الرابعة عشر. هل الفيديو هذا إيش يتضمن أو ما هي مفاهيم هذا الفيديو؟ الفيديو راح أعرضه لكم يتناول مفهوم أنواع الوحدات الزمنية والعلاقة بين هذه الوحدات الزمنية، ويحدد الفترة الزمنية لإنجاز عمل ما. أريد أحدد الفترة الزمنية. إذا هذا هو أنواع الوحدات الزمنية، وأحدد العلاقة بين هذه الوحدات الزمنية. إضافة لهذا أحدد أو أربط الأشياء مع المفاهيم في الحياة اليومية. ركزوا معي، هذا هو عنوان أو هدف الفيديو، خاصة الطلاب اللي عندهم غيابات كثيرة، يعني أرجو التركيز حتى لو كل مرة تعيد الشريحة مرة أو مرتين. المفاهيم الأساسية للتحويل، هذه أهم مفاهيم نتحدث عنها. عندي وحدات كثيرة للزمن، من هذه الوحدات ممكن الشهر، ممكن السنة، ممكن الأسبوع، ممكن اليوم، ممكن الدقيقة، ممكن الثانية. هذه تسمى الوحدات الزمنية. نربط العلاقة بيناتهم. الدقيقة تساوي 60 ثانية. ركزوا على الحروف، هذه الحروف اللغة الإنجليزية، يعني مينت أسبوع، دقيقة سكند يعني ثانية، اتش يعني اور ساعة. هذه مصطلحات باللغة الإنجليزية، ممكن واحد ما يعرف ايش يعني الحروف. داي معناتها يوم، اتش ساعة، اور ويك اسبوع، مانث شهر، يير سنة. فهذه هي مصطلحات الحروف، حتى واحد يتمكن او الطالبة اللي كانت غايبة تتمكن معاي انه تتعرف على هذه الرموز. نتأكد الدقيقة الواحدة تعادل 60 ثانية، الساعة الواحدة تعادل 60 دقيقة. ركزوا، هذه بدها حفظ وبدها تركيز. اليوم الواحد اللي نقضيه 24 ساعة، الأسبوع الواحد يعادل 7 أيام. نعد جمعة وسبت وأحد واثنين وثلاثة وأربعة وخميس، نعد الأيام، نلاحظ 7 أيام خلاص انتهى معانا الأسبوع. إذا العام الواحد أو السنة الواحدة، انتبهوا عليه، تعادل كم؟ احنا نعرفها تعادل 12 شهر. الشهر كم فيه؟ شهر فيه 30 يوم، ركزوا. وبعض الأشهر تاخذ معاي ممكن فبراير، ممكن يعني 28، لكن كمعدل إنه الشهر فيه 4 أسابيع. ركزوا معي، 4 أسابيع. ممكن ال4 أسابيع أضيف لهم من كل شهر يوم 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 أو يومين يومين، راح ألاحظ إنه العام الواحد يعادل 52، العفو 52 أسبوع. هذا هو التعريف الدقيق للأيام والأشهر والأسابيع خلال السنة الواحدة. فركزوا، أعيد مرة ثانية، الدقيقة تساوي 60 ثانية، الساعة تساوي 60 دقيقة، اليوم يساوي 24 ساعة، الأسبوع 7 أيام، اليوم العفو العام أو السنة تعادل 12 شهر، والسنة تعادل 52 أسبوع. الفارق لأن الشهر تقريبا 4 أسابيع، أو 4 أسابيع أضاف إلى يوم يومين معه، إذا يطلع معي الشهر 30 يوم أو 29 يوم. هذا هو التحويل للوحدات الزمنية. ركزوا مع المخطط، كثير حلو ويساعدكم على التحويل. كل ساعة، ركزوا على اللون الأزرق، كل ساعة تعادل 60 دقيقة. ركزوا على اللون الأزرق، جاي أتحول باللون الأزرق أنا. كل ساعة تعادل 60 دقيقة، وكل دقيقة تعادل 60 ثانية. إذا التحويل من الساعة إلى الدقيقة، أضرب في 60، ضرب، هذا ضرب في 60، ركزوا معي على الضرب، هذا هو الضرب. والتحويل من دقيقة إلى ثانية، ضرب كمان في 60،
هذا هو التحويل الأول. لكن لو ردت أحول من ساعة إلى ثانية، ركزوا على التحويل، هون أضرب ب 3600، لأن أضرب مرتين، أضرب أول مرة ب 60 ثم أضرب مرة أخرى ب 60، ف 60 و60 يعطيني 3600. التحويل بالعكس، من وحدات سكند للدقيقة تقسيم 60، ومن الدقيقة للساعة تقسيم 60. هذا إن شاء الله تاخذونه في صف خامس، يعني مرحلتكم حد الآن تقريبا كلها ضرب، مرحلتكم وتمارينكم صف رابع كلها ضرب. لكن المعلومة إنه أكرر من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة نضرب، ركزوا معي، أضرب 60 وأضرب 60، من وحدات صغيرة إلى كبيرة أقسم، أعيد الملاحظة، من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة أضرب، من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة أقسم. ننظر للمسائل، هذه حليناها تقريبا كلها حليناها داخل مع الحصة الدرسية، أشرح لكم كم مثال عليها. أولا انظر للوحدات التحويل، من أي الوحدات طالب مني أحول من دقيقة إلى ثانية. إذا أكرر، الدقيقة إيش علاقتها مع الثانية؟ الدقيقة تساوي 60 ثانية، إذا علي هاي الأرقام كلها رقم رقم أضربه ب 60، 1 في 60 60، 2 في 60 120، 3 في 60 180، 4 في 60 240. نجي نكتب هون زوج مرتب، يعني نقراها، الواحد دقيقة تكافئ 60 ثانية، 2 دقيقة تعادل 120 ثانية، 3 دقائق تعادل 180 ثانية، 4 دقائق تعادل 240 ثانية. هذا هو التحويل. ننظر للجدول الثاني، التحويل من الساعة للدقيقة، انظر كل ساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة، إذا كل رقم من هذه الأرقام أضربها ب 60. انظر هنا السنة والشهر، السنة كم شهر؟ 12 شهر، كل رقم أضربه ب 12، لأن أنا جاي أحول من وحدات كبيرة إلى وحدات صغيرة. انظر الجدول هون، من أيام إلى أسابيع، اليوم يساوي 7 أسابيع، إذا كل رقم أضربه بإيش؟ باثنين، العفو بسبعة، إذا 7 أيام عندي 2 أسبوع، معناتها كم يوم؟ 14 يوم. 4 أسابيع معناها 28 يوم، 6 أسابيع معناها 42 يوم، 8 أسابيع معناها 56 يوم. إذا طبقت الجدول الأول وكله ضرب، ما لاحظت يعني عملية قسمة. إن شاء الله صف خامس السنة القادمة بعون الله تتحدثون أو تاخذون مسائل القسمة. هنا أريد أن أقارن، ركزوا كيف أقارن أكبر أو أصغر. عندي 5 دقائق وعندي 250 ثانية، كيف أحدد فيهم؟ أنظر الوحدات أولا، لا يجوز بالرياضيات المقارنة بين وحدات مختلفة، هنا ثانية وهنا دقيقة، فإجباري أحول الدقيقة إلى ثواني. شو أعمل؟ أنظر للقاعدة، كل دقيقة 60 ثانية، أضرب 5 في 60 ينطيني 300. أنظر هنا، 6 مين أكبر؟ 300 ولا 250؟ أصبحت الوحدات مشابهة، ثانية مع ثانية أكيد 300. انظر هنا، month شهر، year سنة، ما بيجوز المقارنة، وحدات مختلفة، لابد أن أقارن بالوحدات، أقوم بتحويل السنة إلى أشهر، السنة فيها 12 شهر، إذا 4 في 12 يعطيني 48، إذا مين أكبر؟ 48 ولا 36؟ 48. ننظر هنا، ثانية هون ساعة، نرد الساعة حكيت قبل شوي، أنا قلت الساعة كم ثانية؟ 3600 ثانية. من وين حصلت عليها؟ 60 ضرب 60 يساوي 3600. ركزوا، أحول الساعة إلى دقيقة أضرب 60، أرجع أحول الدقيقة إلى ثانية كمان أضرب 60، إذا 60 في 60 ينطيني 3600. بعض المسائل يحدد الدقائق أو الفترة الزمنية، هذا السؤال ينحل بأكثر من طريقة، ممكن طالب يرسم ساعة ويتحول ويقرأ، وممكن أطبق عملية الطرح، وممكن طلاب شاطرين يعني يحسبها حساب ذهني. هون أرجع، كم قضيت من زمن من 21 إلى 4 و 5 و 44؟ أطرح، 44 ناقص 22 22، 5 ناقص 1 يعطيني 4. وفيها طلاب ترسم رسم خط مستقيم وتنقل بالساعات، كل 60 دقيقة يعني ساعة، كل 60 دقيقة كم تساوي معانا؟ تساوي ساعة. انظر إلى المسائل الأرضية، لعبة بدرية في الفنادق مدة 2:30، ركزوا،
الساعتين معناته إيش؟ ساعة 60 دقيقة، الساعة الثانية كمان 60 دقيقة، أصبح معاي 120، ونصف ساعة كم؟ أصبح معاي 30، نصف ساعة 30 دقيقة، إذا الزمن مقضي 120 دقيقة. أكرر، ننظر للساعة نحولها دقائق، ساعتين يعني الساعة الأولى 60 دقيقة والساعة الثانية 60 دقيقة، والنصف ساعة 30 دقيقة، أصبح معي 150 دقيقة. ركزوا على السؤال اللي بعده. استغرق جمال 20 دقيقة للسير، استغرق حسن 900 ثانية. حكيت أنا قبل شوي لا يجوز المقارنة بوحدات مختلفة، يجب الدقة أن تكون الوحدات متشابهة، هنا دقيقة وهنا ثانية، لا يجوز المقارنة. أما الدقيقة أحولها ثانية أو الثانية أحولها دقيقة، أنتم ما بتقدرون تحولون القسمة، فأفضل لكم الضرب. إذا الدقيقة كم ثانية؟ 60. أضرب 60 في 20 أحصل على 1200، إذا مين أكبر؟ صار عندي 1200 ثانية، وهون 900 ثانية، إذا مين أكثر أو مين أكثر؟ قطع مسافة، قطع مسافة أكثر جمال، لكن هو بده إيش؟ نقرأ هنا الدقة في السؤال، يطالب منك الأقل. أنا أثناء الحصة الدرسية حطيت خطوط أو ركزت على بعض المفاهيم، طالب الأقل. صح أنت حليتي صح، بس هو مو الحل الصح. إذا هو طالب الأقل نكتب حسن، لأنه هو الأقل. شوفوا هذا مو بتضليل، يوم أظلل أنبهكم على قراءة السؤال. هذه المفاهيم خذناها من حياتنا اليومية على صور كتير حلوة، وإحنا في شهر رمضان الكريم حدثنا عنها، حكينا الفترة الزمنية اللي نقضيها، ممكن أقضي باليوم كم ساعة، وعدد أيام شهر رمضان 30 يوم، ممكن يكونوا 29 يوم، الوقت اللي نقضي فيه بالمباراة، ممكن الشوط الأول 45 دقيقة والشوط الثاني 45 دقيقة، فترة الاستراحة 15 دقيقة، وهكذا. هذه عندي الطائرة تدل على فترات زمنية طويلة أقراها، يعني 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة، ممكن يكون عندي بعض الأحيان يوم أو يومين العام مع الترانزيت مسافات بعيدة، فيكون معاي أكثر شيء على 17 ساعة أو 15 ساعة. إذا التقدير بالساعات، ما بيجوز أذكر رحلة طيران بالثواني أو بالدقائق، ما في، إذا هي بالساعات. المذاكرة كمان أذكرها بالساعات، أوقات الصلاة أذكرها بالدقائق، ممكن الفرض يأخذ معي 7 دقائق أو 5 دقائق أو 10 دقائق، ما في مشكلة. إذا هذه الوحدات الزمنية، أتمنى تكون يعني أخذت فكرة عن الدرس. مع تمنيات لكم التميز والعطاء. شكرا للطلاب، صناع الغد الممتعين.